أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقات الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، وذلك على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوما من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال إختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به أو بإرسال ما يثبت استمرار وجوده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوما. هذا وقد قرر البنك المركزي أنه في حالة عدم التزام العميل بما تقدم فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من خدمات مصرفية مستقبلا، فضلا عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم. أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن القيام بالتفتيش عن المحال للتأكد من عدم تجاوز الأسعار المعلنة للسلع، كما سيتم حرمان المحال المخالفة من كافة خدمات الغرفة التجارية بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية. وشدد الاتحاد على محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة طبقا لفواتير البيع أو المطبوعة على السلعة. انطلقت مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بعدد من أحياء محافظة القاهرة، وتهدف المبادرة لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. ووجه محافظ القاهرة خلال قيامه بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة تنفيذ المبادرة، وجه بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسؤولي التموين والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع طوال أيام الأسبوع، مع حملات مستمرة مفاجئة لمتابعة الأسعار في جميع أحياء القاهرة. أنهت البورصة المصرية التعاملات بنهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 5 مليارات و100 مليون جنيه. خسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1,589 مليار جنيه. هذا وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 56% ليغلق عند مستوى 23,262 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 4,339 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 6,578 نقطة. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، إذ تحاول السوق موازنة عوامل متباينة مع متابعة التوترات في الشرق الأوسط، بينما تستوعب زيادة في مخزونات الخام الأمريكية. هذا انخفض خام برنت بنسبة 2% لتصل إلى 90 دولار والسنت للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3% لتصل إلى 85 دولار و36 سنت للبرميل. انخفضت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1% لتصل إلى $2.92 للتر، إنما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.1% لتسجل نحو $3.02 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تراجع مع استمرار انخفاض المعنويات في ظل المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة ومن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة. انخفض المؤشر السعودي 9% مع هبوط سهم شركة معادن 3.5%، وتراجع مؤشر دبي 1.5% مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارات 3.3%، وخسر مؤشر أبوظبي 9%.
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35% ليواصل سياسة التجليد لشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم. أكدت لجنة السياسات بالبنك من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم الذي ارتفع إلى معدل سنوي قدره نحو 61.53% في سبتمبر، ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.